حاسة كويس ان انا لقيتك. خير يا حبيبتي؟ احنا عايزين خلاص نمشي نسيب الشقة، بس يعني كنت طمعانة انك تدينا فلوس التأمين. ممكن انت ساكتة ليه؟ في ايه؟ خالص ولا حاجة. طب خلاص ممكن تديني فلوس التأمين ونمشي؟ لا ما ينفعش، اصل انا حطيت قوانين جديدة للحارة. الساكن اللي عايز يسيب شقته عندنا ملوش حاجة عندنا. مش بس كده، والفلوس اللي حطها راحت عليه. مش بس كده، ويدفع كمان تعويض. امال ايه؟ تسكنوا عندنا النهارده وتمشوا بكره وتطلعوا سمعة على الحاره، ينفع يعني؟ انت فاكر نفسك ايه؟ فاكرني عبيد عندك؟ انا هنا سيد الكل، وكل الناس دي عبيد عندي، حتى سالي. ايه ما تنطقي. ايوه بس يا عبده، كلنا عبيد عندك. بس انا بقى لا، وابعد عني احسن لك، عشان انا عفاريت الدنيا كلها زرق وحمر بيتلططوا في وش. انت سامع؟ يا حلاوه عفاريت، بتوريني كده عفاريتك؟ حلاوه كله حلو. اقسم بالله اللي حصل النهارده زي الفل، بس المطوه ما ينفعش ترجع قبل ما تتزفر. عليها الطلاق. اشوفك انت ولا جوزك بره الحاره. انتم هنا في معتقل جاتانامو. جاتانامو ايه؟ معتقل ابو غريب. وانت عارفه ابو غريب واللي بيحصل فيه. ماشي يا حلاوة؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه؟ عايزاني اشوفه بيشتمني واسكت؟ انتوا ايه؟ انتوا ما عندكمش دم؟ خايفين منه ليه؟ طب اقسم بالله لو قرب لي تاني تكون شقه لكم. انت سامعه؟ يا دي المصيبة السودة، يا دي السكنة السودة، عملت كده في نفسي ليه بس يا ربي؟ ايه ده؟ انت ايه اللي مقومك من السرير؟ ايه صوت الخناق ده؟ هو اللي كان بيزعق؟ مفيش خناق. هو بيزعق معاكي؟ مفيش حاجة. ابن الكلب الواطي قال لك ايه؟ ممكن ترتاح، انت تعبان. اوعى يكون مد ايده عليك؟ لا لا. تعالى هنا، انت رايح فين؟ اوعي نهى، اوعي. عشان خاطر انت لسه تعبان. عصوان انما ايه؟ حلاوه من اول الحاره لاخرها. ماشي؟ عيني يا معلم. انت بتفرش لعمك. شوف بقى انت هتعمل ايه. ماشي؟ ماشي يا معلم. تاخد فلوس؟ ودي تيجي يا معلم. غيرك مغرقنا من ساتنا الراسنا يا معلم. الله عليك. كده انت قشطه. النقطه دي هي النقطه يا معلم. هوينا اشوف شغلك. انا يا معلم. يلا هات حاتي الترك منك. لو قصه فين بقى؟ انت خفيت؟ تعال. الف بركه. لا ليه كده بس؟ انت لسه عيان. انا اسف يا ابو الرجاله، بس لا مؤاخذه مفيش حد بيخرج ولا يدخل من الحاره من غير اذني. هو انت تعديت الحدود؟ لا مش بس كده، انت كمان قليت ادبك. بس انت زعلان على السنيوره؟ حرام عليك، ارحمها عشان خاطري. ابوس ايدك ارحمها. طب ايه رايك بقى؟ انت هتطلقها. طلقها يا واد. بقول لك طلقها. انت مش عايز تسمع الكلام؟ بقول لك طلقها. قولي له طلقها. حرام عليك. خلاص يا عبده حرام عليك. سيبه يا عبده. وانت مال امك؟ الله. انا دخلك في الموضوع. خلاص يا عبده كفايه اللي انت عملته. هو انا عملت ايه؟ ها؟ عارف لو قربت له هجومك جنبه.
وبعدين يا بعيد انت حمار انت ما بتسمعش قلت لك لو جيت جنبه حعورك سامع لا ايش انا هشرب سيجاره تكون قررت يا الله يا تموت اروح اخلص عليها يا معلم سيب لما يستوي لا زعلانة ليه كده بس يا بنت الحلال بقى تقول له طلعها عشان تتجوزها انت هي بقت كده بقولك ايه انا ما بحبش النسوان الزنانه زنانه ايه ده كده انت عايز تتجوز عليا طب ايه رايك بقى انت وهي هتجوزكم في يوم واحد وبكره كمان لا 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 ده كده معناه انك مش عاوزني بقولك ايه ما تطيريش البرج اللي فاضل من نفوخي يا حاره وسخه يا حاره عرر يا حاره هو انا مش قلت بكره هتجوز ولا ايه يعني ما شفتش حد نقطني ولا بارك لي ولا حتى قال لي اي حاجه ولا حتى صبح عليا مبروك يا معلم قول عيد اليار مبروك يا سيدي الناس ماشي الف مبروك يا معلم تعالى يا يار نقط عيد اليار حاضر يا سيدي الناس روح الف مبروك يا سيدي ماشي الف مبروك يا باشا ماشي ها مبروك يا معلم ها مبروك يا كبير نقطتك يا معلم يا حارة وسخة ما بتكوش الا بضرب الجزم وعامل ايه دلوقتي يا بنتي؟ الحمد لله احسن الحمد لله ربنا يتم شفاها على خير بقول لك ايه يصحى تاخديه وتخرجي من الحارة دي خدي المبلغ ده خليه معاكي شكرا مش محتاجة فلوس اسمعي الكلام صدقني مش محتاجة أنا مش محتاج الفلوس دي أنا كل اللي يهمني إنكوا تخرجوا من الحارة دي اسمعي اللي بقولك عليه خدي الورقة دي فيها عنوان واحد قريبي في السيدة هتصل بيه يجهز لكم مطرح تقعدوا فيه مؤقتا لحد ما تشوفي انت هتعملي ايه ولو عزتي اي حاجه كلميني انا صاحي ومش هنام اتفضلي شكرا ربنا يطمن عليك يا بنتي وعلي بعد اذنك يا بنتي اتفضلي